اوديكي بيت المأمور عشان افرجك على حاجة عمرك ما شفتيها ولا حتشوفيها. هي مكنة كده اسمها البيانة، سودة وليها صوابع بيضة. اول الست ما تلمسها تقولي ساكنها جان. تسمعي كروانات الدنيا كلتها. وطب لإيه ومزازيك إيه؟ طب بنت المأمور عندها فلغرات، وده يبقى إهدى كمان. حاجة كده خذي كرسي الحلاوة السمسمية، أول ما تشكيها بالإبرة إلغنا يلعلع. أنا بصيت لقيت واحدة بتغني وأنا لوحدي في الأوضة، بصت على طول الأوضة مسكونة وغميت. يا اللي مهندس فهمني، عرياني من غرمياني.